السلام عليكم. خوت جيتكم اليوم بواحد الفلوق جديد. هنا جينا الاوتيل اركانا من بعد ما درنا التحاليل ديال كوفيد 19، الحمد لله خرجت نيجاتيف. جابونا الاوتيل باش ندوزو فيه واحد 10 ايام، باش حتى الا كان شي واحد مريض واخا خرجت ليه التحليله نيجاتيف، ربما شد الدواء في الطريق فاش كان جاي، ولا ما نقدروش نعرفو ولا نحكمو، باش الا كانت فيه الكوفيد 19 يقدر يبان، حيتاش بقى 20 يوم على الخرجة ديالنا للبحر. ونخليكم تشوفوا مع هذا الفلوغ. اول وجبه اللي غادي يجيبوا لينا التفاح، التفان، السلاد، فيلي ديال الحوت، الرز، بطاطا بيوري، فعبري باتنين. كيف ما شفتوا في الفيديو هكا داز النهار الاول ديالنا في اوتيل ارغانا. نتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بواحد صابوني ولايك